سعيدة. صباح الفل على كل الحلوين الطعمين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي حالا، واهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. اسرتنا واسلوب سلام وامان، وهنبتدي نرحب بيهم ونتعرف عليهم ونشوف مين اللي هينورنا النهارده وهيجي معانا رحلتنا. هنبتدي بالاستاذ جاستن. جاستن، ازيك يا جاستن؟ كويس. عندك كم سنه؟ 7 سنين. 7 سنين. قول لي بقى، انت عندك اخوات؟ اه. عندك ايه؟ اخت صغيره اسمها ايه؟ جاستن. جاسمين. جاستن وجاسمين. وجاسمين بقى عندها قد ايه؟ صغننه خالص. اه. فانت جبت مين معاك النهارده؟ ايفان. ايفان بقى مين؟ ايفان صاحبي. صاحبك؟ صاحبك الانتيم؟ اوكي. ازيك يا ايفان؟ كويس. عامل ايه؟ كويس. صاحبه من قد ايه؟ من وانا عندي 3 سنين. وانت النهارده عندك كام سنه؟ 7. 7. طب وايه بقى بتعملوا ايه مع بعض؟ بتلعبوا مع بعض بقى؟ بنلعب مع بعض، وكان في صاحب تاني بس هو ما رضيش يجي. ما رضيش يجي؟ المهم انت منورنا النهارده. ماشي. ماما مامت جاستن. مامت جاستن. ايوه. مامته هو مش مامتي انا. اوكي. مامت جاستن اسمها كريستين. كريستين، ازيك يا كريستين؟ الحمد لله. اشتغلي؟ كريستين مينا؟ لا، كريستين ومينا؟ طب انا هتعرف، انا سيبني انا هعرف اسالهم. انا استنى بس، الله على الحلقه. اتفضلي. حاليا لا. بس حاليا لا. قبل كده إيه؟ كنت بشتغل في شركه سياحه و... اوكي. يعني خرجت بكالوريوس سياحه وفنادق. اه نايس. اوكي. هنشوف بقى الاسئله النهارده ايه يعني. تعالى نعرف بقى. ربنا يستر. مينا. مينا هو قال لي. مينا. مينا بابا جاستن. اي مدير مبيعات. ماشي. بزنس مان. بزنس مان كده على قد. ايوه. وعندك جاستن. وجاستن ما شاء الله. وايفان صاحبه. تمام. أيوة. ايفان صديق جاستن من زمان، الطفوله، من عمره. ايوه. في الحضانه مع بعض وفي المدرسه كمان مع بعض. نايس. وفي نفس الفصل. حبينا نفاجئهم بالرحله السعيده. الرحله السعيده اللي ان شاء الله تبقى فعلاً رحله سعيده، وان شاء الله يبقوا متعاونين بقى ويتعاونوا ويتكاتفوا في الفريق ويوصلوا كده لحاجات حلوه. صح؟ صح. ماشي. نيجي بقى لاسره البنوته الوحيده اللي معانا النهارده، الاستاذه روفينا. ازيك يا روفي؟ فين صوتك؟ فين صوتك؟ كويسة. أيوة كده. قولي عندك كم سنة وشيلي إيديكي كده ووريني وشك الحلو القمر ده. 7 سنين. 7 سنين؟ سنة كام؟ أولى ابتدائي. آه قدهم يعني. عندك أخوات؟ آه. قد إيه؟ جيسي وكريس. كريس بيبي وجيسي كبيرة شوية. كبيرة شوية. قد إيه بيبي برضه؟ لا كبيرة. قد إيه؟ كي جي تو. أيوة بأي صغنن أنا برضه، عشان كده معرفتيش تجيبيها تلعب معاكي النهاردة. جبتي مين معاكي بقى؟ جبت محمد. محمد. محمد صاحبك منين؟ قول لنا انت يا محمد. صاحبها عادي. صاحبها عادي يعني. يعني اتعرفتوا على بعض فين؟ من العيلة. من احنا العيلتين. اه اصحاب. اه فاميلي فريندز، اصحاب عيلة. طب قول لي عندك كام سنة يا استاذ محمد؟ 10. 10. وبتحب تعمل ايه بقى؟ بحب ان انا بحب لو في وقت فراغي ان انا اقعد ابحث عن الفضاء عشان بحبه. تبحث عن الفضاء؟ تبحث عن الفضاء ازاي؟ بتفرج على فيديوهات عن معلومات عنه. انت عايز تبقى رائد فضاء شكلك؟ عالم. مش رائد. انت عايز تبقى عالم فضاء. نايس. اوكي. طيب مامت روفينا. روفينا اسمك ايه؟ اسمي ماريز. ماريز. تشتغلي؟ تمام. كنت بشتغل مدرسه وحاليا. اه لا خلاص تمام. كفايه ثلاثه دنيت لهم في البيت. ربنا يكون في عونك. اند مايكل. بابا روفينا. بابا روفينا. أي لا مفهومة. مش بابا محمد. مايكل قولي بتشتغل ايه؟ بشتغل في شركة أدوية مدير مبيعات. في شركة أدوية ومدير مبيعات. مديرين مبيعات قدام بعض. والحرب شرسة. منافسة شرسة جدا جدا. يلا بينا بقى ايه نبتدي على طول رحلتنا. وأحب قبل ما نبتدي الأسئلة بتاعتي أعرف انتوا عارفين بعض قد ايه؟ ممكن يعني ولا ايه؟ لا مش ممكن. يا ابني انت الوحيد اللي كنت موافق على كل ألعب. حاجه. انا عايز العب. عايز تلعب؟ مش جاي اسئله، انا جاي العب. انت واضح انت جاي متفرج وعارف اهدافه وعايز يلعب في كل الحاجات. هسالك انت بقى اول سؤال عن صاحبك الانتين. ايه اكتر لون هو بيحبه؟ ازرق. ازرق؟ ده عارف كل حاجه. ده شفت الاسئله سهله ازاي؟ محمد قول لي روفي مين اكتر واحده بنت صاحبتها؟ ما اعرفش طبعا. ما تعرفش طبعا؟ الله اكبر. ما تعرفش يعني ما خالص؟ ما بتقولكش اي اسامي كده وانتوا بتلعبوا؟ لا. لا اتكلمش في الموضوع ده، احنا اصحاب وخلاص. اوكي. مينا قول لي جاستن ايه اكتر كرتون بيتفرج عليه؟ كرتون. كرتون
بنتين ما تقلقش ما تغششوش، ما حدش غششه. هو ممكن توم جيري؟ توم اند جيري فعلا؟ ده بجد؟ ماشي طيب قوي. مايكل قول لي روفي ايه اكتر حاجه بتتخانق فيها مع اخواتها؟ الالعاب. انهي العاب؟ الالعاب اي العاب؟ الحاجه اللي بتضيع، الحاجه اللي بتضيع. في لعب تضيع تتبهدل واضح ان انت اخت كبيره ومش سهله. ما فيش حاجه تضيع هنا. ماشي اوكي. انا هضيع في روفي. دي كان انت صوتك ما كانش طالع، ابتدت اهي اللي هيضيعها في رومو اصلا. قول لي يا جاست، مينا مين اكتر حد بيكلمه في التليفون؟ موسى. موسى صاحبه؟ ماشي اوكي. صاحبه ايه؟ اخوه. اخوه؟ طب انا مش عرفني، انا بسالك، انا بسالك بالراحه عليا، ده عصبي قوي. طيب اوكي، قول لي يا لا قولي لي انت يا روفي، ماما مين اكتر حد بتعمل معاه تشاتنج على التليفون؟ مين أكثر حد بتكلمه ماما؟ كل تيتا. تيتا؟ تيتا؟ أي طب مالك يا مريض مكسوفة من إيدي؟ تي مامتك الأم عادي الأم. طب أنا شايفة يا جماعة إن إحنا حلوة قوي كده. حلوة تعارف كده. أنا ماما بتكلم خالته كل شوية. طب ما لازم أختها. أختها وبابا كل شوية بيكلم الشغل يا إما يكلم عمي. ماشي أنت بتجاوب على أسئلة اللي ما تسألتهاش وأنا مبسوطة من ده والله، بس اللي جاي هتجاوب على الأسئلة اللي أنا هسألها، أوكي؟ عايزة أفكركم إن أنتوا عندكم وسائل مساعدة، وعندنا ثلاث مراحل أسئلة، أنا مين أو أنا إيه الأسرة كلها بتجاوب ببابا وماما، وبعدين صح وغلط واختيارات أنتوا بس، وعندكم وسائل المساعدة، أوكي؟ أوكي. نبتدي؟ يلا.